سي الحبيب اعطينا الصحيح، قداش عمر الملعب النابلي؟ ملعب النابلي، ملعب النابلي استاد نابلي بس خاطر قبل هكايا عام 34 فهمت باش يعملوا ليكيب هنا وقتها ما فماش باسكيت خلنا نحي هذا فماش باسكيت فهمتني الملعب النابلي وقتها ما كانش اسم الملعب النابلي كانت ليطوال ليطوال كانت ليطوال ليطوال كان كبون. نجم الوطن القبلي ايوه نجم صحيح نجم الوطن القبلي هذا هذا باش وقتها فهمت ما صحوش وقتها عام 34 باش عام 34 باش زياده الوحده نتاع الحزب الفرنساويين يستونبوزي ما ولات الوحده نتاعنا الدستوريه وغيرها فهمت هذه الا عام 35 فهمت شي لكن الاوراق على اوراق الملعب النابلي متاسس عام 36 لا مش موجود لا غلط الملعب النابلي مش اللي متاسس عام 36 افيك كور بعد مش الفرنساويين هو الملعب النابلي كان اسمه نجم الوطن القبلي ولا الملعب النابلي كان اسمه كل وقت هي هي جاوا جماعه الحزب نتاعنا وغيرها ولا واحد كل قالوا هذوما تو الفرنساويين عندهم كان اسمه سبات ستاتير اللي تو نابل سونت اللي تو نابل سونت فهمت كانت الغاديك السالة التيران هاي في دو تيران دو تينيس والاخر تيران دو بول لونغ كيف جا سي الحبيب كيف جا الغرام بالباسكيت في نابل علاش نابل سميت على الباسكيت؟ استنى حتى اليوم باهي امشي فذايا باش مو تاخذوا على التاريخ بالضبط النوابليه والجماعه تاع الحزب تقلقوا قالوا تعرف كيفاش نعملوا ليطوال دو كابون سماو بالكابون كامل مش بنابل كامل ليطوال دو نابل اللي بعد حياوها وعام وقت انا في قصر صعيد انا وعم مجيد شتالي فهمت عملوا ليكيب نتاع ليطوال دو نابل فهمت ليطوال دو نابل ماك ستاتي هكايا فهمت خاطر كانت قبل كانت ليطوال دو كابون تجمل الكل باش فرنسا ما تنجمش تعرف مش ليطوال دو نابل باش فهمت او كابون جماعاتنا نجم نسميهم لكم واحد واحد شعنا في هذا قالوا ما لعبنا لا تعرف هذا باش تغلبنا هذه تو فرنسا لتجمعوا باش يعملوا اجتماعات والحزب يزيد يقوى ويزيد كذا فهمت هذا اش عملوا الوابليه نسميهم لكم واحد واحد عملوا الوحده هذه ليطوال دو كابون جيو ضد الكابون كامل ليطوال دو كابون فهمت هذا علاش باش ليطوال دو كابون باش عندهم الحق في التجمع مش البوليس البوليسيه والامن الفرنساوي يتبع فيهم خاطر باش تقول يتبع فيهم خاطر ولاو جماعه في الحزب ولاو يقاديو الاجتماعات بالسرقه في الجرابه في السفلاني اللي كيف الكاف تعرفوا السفلاني اللي يوقدوا منه الكوشه فميكا ورد بالك من هناك ومن هناك من غير ما نسميه هناك اللي كانوا يسبوا للواحد اللي تو فين فما المعتمدية المراقب الجهه كامله هذه ولاو يعملوا فيه بالسرقه الاجتماعات نتاعهم والواحد كليك فذوما تحت الارض في يلوحوا الحطب في نقطه هذاك تهبط بلوطه ومن فميك يحميو فهمت كل الافران نتاع الواحد نتاع كجري فهمت ولات فميك رد بالك هكا يسمع هكا يسمع لتحت الضغط ما غير نقول لكم شكون فهمت انا هربت لهم صليبهم بعد هذه كيف ليها الحكايه كل هذا نخلطوا الملعب النابلي هاي عام 36 هاي عام 36 فماش ملعب النابلي اش فما؟ فماش عملوا عام 36 النجم الرياضي الوطن القبلي
عملوا بها كيف فوتبول باش الناس تجي وتتجمع وجماعة الحزب يسيبوا فك الدعايات والوحدات فهمت تاريخ هاي تاريخ سنة أربعة الأخوانين هذه هي باش التاريخ نتاعك وسي الحبيب توا اللي يقول اللي يقول نابل في السبور نابل مانيش نقول على الوطن قبلي نابل بالذات يقول باسكيت ولي نابل معناها متسمي على الباسكيت اكثر من لي سيكسيون الاخرين عندنا في التسميه خاطر من الاول قداو ليكيب فوتبول هذيا باش يلموا بها الجماعه في سوق الفلفل باش يحضروا اكثريه الناس خاطر ما عندناش حق لا باش في بلايص اخرين وقديه وكذا والناس يجيو لا ما يرضي شوز فوتبول بقى نقول لكم شكون لعبوا فيه فما شخصيات اللي لعبوا واحد في وقته كيف توفيق دخفوس الله يرحمه كيف سسمو خال سسمو الطبيب الجراحي عادل الشلي فهمت عادل خالو فهمت خالو هذه في الموضوع هذا باش نوصل لك فين سمات وقالوا ملعب النابلي استاد نابليان وقتها هما الفرنساويين قداو استاد تير في نابل سونت خذاو من عند بابا زكي بن قابتير وتو باسمه اللي نحاتو ما نحاوش الفرنساويين باسم نحاتو تونس هو سي الحبيب دار عليه اللي ممكن ما يعرفكش اكثر نقولوا برونو برونو هاي شنو التسميه ذي واسم الباسكيت وملعب النابلي مرتبط برشا ببرونو معناها الناس الكل تعرف الباسكيت هكا وكان سي محمد مزالي حي يعطيكم هذا كيف ما عطاه قبل ما يتنحى وقبل ما كذا فهمت في لو برومي جوان في لو برومي جوان عيد الشباب هو في الكوميتي اولمبيك فيس بريزيدون هو فيس بريزيدون غاية الوحود اللي 70 الواحد هو متاع كذا عيطهم مشاو لتونس في الهيلتون بحذا التيران تو متاع تاع زويتن اي الرئيس زويتن اي اكزاكتومون فهمت فميكا عملوا وسي محمد وقتها وزير اول ومعاه الوزير الداخليه سي زي العبدي رغم صاحبي خويا فهمت من فميكا واحد على حكاية هذه اللي قلت لي برونو هاي كيف جات الاسم كيف جاء اي هما من الصغر عطوا لك برونو ولا وقتها طلعت الحكايه كيفاش؟ من الصغرى ما متسمي على برونو ولا لا 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 هو انا بلعب في سيسمو في التيران الشلي نتاع نابل مو ايكيب ناسيونال وقت اللي يجي لتونس باش تلعب مع تونس الماتش من غدوه يجي ويلعبوا في نابل باش يتفرجوا على البوتوري يتفرجوا كذا كذا والبلديه نتاعنا تعملهم تفطرهم وتعشيهم وكملوا بال في نابل بلاج فهمتني عاد فميك وقت اللي نلعب وانا كادي عطوني مالونسي بهذاك الوقت قلت نلعب ضده فهمت اسمه برونو طليان علاش بعض الجماعه يقولوا لي يا برونو يا ولدي مش برونو خاطر انا نكحل مصور لا برونو على اسم اللي لعب اسم هذايا اللي انا شاد دو شددني اكزيبيسيون هو فنان وانا فنان فهمت التصفيق في التيران اللي نتاع نابل سونت نتاع نابل اللي بحذا دار ودعمي قارة حتى ابوك لعبت معاه هنا اي اكبر مني يكاو فميك في الموضوع هذا فهمت نلعب وشادين بعضنا سبيكتاكل ناس على الحيط نتاع السبيطار قاعدين كيف هي هناك وكل الوحده اللي تحتكم كيف الدكانه وعاليه تراب فهمت هما بحذا دار سي سعيد هاي هاي هذيك ما بقاش فما بلاصه
ولو قاعدين على حروف التيران. شديد يا بايس في قلبي. أكبر مني وأنا مليون نلعب في بيدروا. قلت له أنا الدخلات والباصات. هو المركي من هنا وأنا المركي من هنا. هذا هو تعليق يلعب كيف برونو ويلعب كيف برونو. ولا مبقاش يعيطولي حبيبي. من وقتها مشيت برونو. يعيطولي برونو. من وقتها وليت برونو. الزو. الزو برونو. الزو اللي عيط لي حبيب ولا محمد حبيب. ما تعقلش روحك ساعات. ما نسمعوش. مالي عيط برونو فما لنا واحد برونو يقول لي هذا علي انا. زعرت. حتى وكان تكون كيف هكا. سي الحبيب ما تتلفتش برونو تتلف. فما برشا حبيبات. احنا اللي قرا عليه برونو واحد برشا. اللي قرا عليه خمسه محمد حبيب. اللي قرا عليه. فهمت؟ هذا مساله برونو. خلينا نشوفوا برونو ماك الوقفه هكا. وبرونو التو. والبرونو التو. ولا بعد. سي محمد مزالي في البرومي جوان نتاع عيد الشباب. والواحده مع اللي انا تو لو غوفرنمون فهمت؟ سي محمد مزالي. وما تبوا لا خليدي. وانا عندي كباية كنت. باش نخرج. هناك كان الواحد. باش ما نبقاوش نسمع حتى اللي يبقاو والاخر ياخذوا الداخلية. باش احنا حين ولا من باب. وكلوني فم بوليسية. واحد مصير هكا وراسه هكا. هاك البوكوس. مع شو اسمه. مع الوزير الاول سي محمد المزالي. فهمت؟ هذا واحد ما بيته. من اللي هكا من يجيب انا متاكد ياسر حلوز. اي برج مغادي. فاللي برج من هنا. قالي مش مغادي ديما تومر من هنا. سي محمد المزالي. كيفاش؟ كيفاش سي محمد؟ قال لي انا نقص من فوق المنصه تنقيزه بزوز متر مو قالوا لهم اللي هو اللي قاعد سبور كان يقرا سبور فهمت اي وحتى ما شو اسمه ما جمودي في باردو فهمت ما جمودي جملتها كل صباح يعمل الاخر الماء في باردو مع جمودي هذا يقول له جمودي وقتاش تعملوا نعمل كومبيتيسيون انا وياك شنو هو اللي يضرب ال 20 دوره؟ اي هو قال انا حاضر